أهلا بكم في قناتنا، قناة الفن، لكل جديد في عالم النجوم والمشاهير. الفنانة يارا صبري تحتفل بعيد زواجها 26 وتعرف على ابنيها وزوجها وعائلتها الفنية ومعلومات أخرى عنها. قبل متابعة الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد من قناتنا. احتفلت الفنانة السورية يارا صبري بذكرى زواجها 26 من زوجها الفنان السوري ماهر صليبي من خلال مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها على تطبيق انستغرام. الفنانة يارا صبري تزوجت من الفنان السوري ماهر صليبي في العام 1993 بعد علاقة حب طويلة، ورزق الزوجان بولدان هما كرم ورام. ابنها الأكبر كرم والذي أصبح مغنياً أطلق أغنيته الأولى بآخرين قبل فترة على السوشيال ميديا، وكذلك لديه مهارات في التأليف الموسيقي. أما ابنها الثاني رام يدرس التمثيل في ورشات عمل دورية في كندا بالإضافة إلى دراسة الموسيقى في الجامعة. غادرت يارا صبري وعائلتها من سوريا إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث أقامت هناك لفترة زمنية ومن ثم انتقلت للإقامة في كندا. ولدت يارا صبري في 3 مارس عام 1967 ميلادي. عمر الفنانة يارا صبري في 2019 هو 51 عاما. الفنانة يارا صبري تحمل الجنسية السورية. برجها الفلكي هو برج الحوت. يارا صبري هي ممثلة وفنانة سورية متألقة، عاشت منذ طفولتها في أجواء فنية، وذلك نظرا لأن عائلتها عائلة فنية تميزت بإبداعها في التمثيل. فوالدها هو الممثل والمخرج الكبير سليم صبري، ووالدتها هي الفنانة ثناء دبسي، وخالتها الفنانة ثراء دبسي، ومتزوجة من الفنان ماهر صليبي. لم يكن دخول يارا إلى عالم التمثيل سهلا، فبالرغم من أن والديها هما الفنان سليم صبري والفنانة ثناء دبسي، إلا أنها واجهت في البداية رفضا منهم.
كانت مسيرة يارا صبري الفنية ذاخرة بما يزيد عن 70 مسلسل تلفزيوني، وسطع نجمها في العديد من الأعمال التلفزيونية. درست يارا في معهد العلوم السياحية، وبعد تخرجها التحقت بالمعهد العربي للموسيقى لتتعلم عزف البيانو. بدأت يارا مسيرتها الفنية في سن 18 في العام 1989 من خلال مسلسل شجرة النارينج، والذي كان من إخراج والدها الفنان سليم صبري. وكان أداؤها المشهود في العام 1999 عبر شخصية نادية في مسلسل الفصول الأربعة، وحقق هذا المسلسل علامة فارقة في الدراما السورية. واستمرت مسيرتها الفنية لكنها انقطعت عن الأعمال الدرامية بعد مسلسلات جلسات نزائية في العام 2011، وعادت في 2016 في مسلسل سمرقند. الفنانة يارا صبري غائبة عن الأعمال الدرامية منذ عامين، ويشار إلى أن آخر أعمال يارا صبري مسلسل أوركيديا في العام 2017 بدور الفارعة. وتتضح موهبة يارا في مجال الكتابة، وبالأخص في تجربة كتابة السيناريو، والتي بدأت فيها كتعاون درامي من خلال مسلسل قلوب صغيرة في العام 2009. ولا تجربة أخرى في الكتابة من خلال مسلسل قيود روح ككاتبة سيناريو بالاشتراك مع زميلتها وصديقتها ريما فليحان. وتميزت هذه الفنانة بإنسانيتها الكبيرة وحبها لفعل الخير ومساعدة المحتاجين، وقد قامت بتقديم مد يد العون لأبناء شعبها المتضررين من الحرب في سوريا. أما عن أعمالها الإذاعية فشاركت يارا في الطاحونة وشهرزاد وورد ياسمين ومدينة النور وهن في عيون الأدب وبسمة صباح. أما من حيث أعمالها المسرحية شاركت في عدة مسرحيات منها صمت الكلام وتخاريف والرقصة الأخيرة ومات ثلاث مرات وكونشورتو ومرمر زماني وفوتوكوبي ومسرحية تحت السماء. ماهر صليبي من مواليد مدينة حما في سوريا، ولد في 12 من شباط في عام 1961 وعمره 58 عاما في العام 2019. وزوجها الفنان ماهر صليبي هو ممثل سوري كبير، ويعد واحد من أهم النجوم في سماء الدراما السورية، ولعب خلال مسيرته الفنية عدد من الأدوار الدرامية الرائعة. شارك ماهر صليبي في عدد من الأفلام السينمائية، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق في العام 1986 وهو عضو في نقابة الفنانين السوريين. وعمل أستاذا في المعهد العالي للفنون المسرحية لمدة 10 سنوات، وشارك في عدة مهرجانات سينمائية منها مهرجان فالنسيا السينمائي في أسبانيا. ومن أشهر أعمال ماهر صليبي فيلم حدود المطر، الذي حصل على إثره على جائزتين في مهرجان القاهرة ومهرجان بغداد السينمائي الدولي.
can come back.